السلام عليكم. هلو everybody, واتس كراكلاكن, هاو ار يو دوين, واتس جوين اون, وات ار يو دوين جايز توداي. اي هوب everybody is doing fantastically well. في هذا السلسله الفيديوهات الجديده راح يعني اتكلم كذا سنتنس ان عربي كان سنتنس ان انجلش, جمله في باللغه العربيه, جمله باللغه الانجليزيه. طبعا قلت يمكن اكثر من ثلاثة واربع تحايا باللغة الإنجليزية ممكن إنك تقولها, يعني ممكن واتساب, هاو ار يو دوين, هاو ار يو, اند واتس كراكلاكن. هذه واتس كراكلاكن في أمريكيين نفسهم ما يعرفوها, لأنها إيش يعني تعلمتها أنا من شخص أفريكان أمريكان كان أسمر البشرة كذا, وكان والله في بعضهم يعني بعض الأمريكيين البيض كنا لما نقول لهم واتس كراكلاكن كان على بالنا إننا يعني نسبهم, يعني عارف كيف؟ يعني لانه كلمه كراكا اوكي يعني هي زي الذمه للبيض, والله ما ادري ايش اسمها, ما ادري ايش معناها, نسيتها. اوكي جايز, اي وانت تو توك اباوت سمثينج لايك ماي اكسبيرينس ان ليرنينج انجلش. ابغى اتكلم عن يعني كيف يعني تجربتي في تعلم اللغه الانجليزيه, كيف انا كنت قبل 3 سنوات. أنا قبل 3 سنوات كنت لو تقول لي كلمة work ما أعرفها, لو تقول لي أي كلمة ما أعرفها, مستحيل أمشي فيها. لو أدخل اختبار الإنجليزي وألقى قطعة معاه, لو ألقى سؤال ويقول لي استخرج السؤال من القطعة, أقعد أدور للكلمة, الكلمة هنا الكلمة هنا. Yes, this was who I am 3 years ago. I didn't know anything in English, anything. I couldn't know how to know the difference between the subject and the verb and the adjective even. I didn't know anything. I didn't know the word work and go and job and this. I didn't know anything. Just in 3 years, Ibrahim, you have gotten all this English. I'll tell you how. وكمان يا شباب يعني حتى يعني ما كنت عارف أفرق بين الناون والأدجكتيف والفيرب, يعني الفعل والفاعل المفعول به, يعني ايش المفعول به ما انا عارفه حتى الحين. المهم الصفه لما كنت ادرسها اللغه العربيه والله العظيم ما كنت عارف ايش هي الصفه, ايش هي الحال, عارفها يعني كيف, يعني الصفه عارف كيف اعرابها, لكن تقول لي ايش هو الصفه من جد, الصفه ما عرفتها الا لما جيت اتعلم انجليزي في البدايه. المهم فبهذه الطريقه المخيسه في الانجليزي اللي هي اطالع للسؤال واروح للقطعه, يعني وأدور للكلمة من القطعة من الباراجراف. بهذه الطريقة نجحت في اختبار أرامكو. والله ناس أحسن مني في الإنجليزي دخلوا فيه يرسبوا, وأنا دخلت نجحت, كيف ما أدري, I don't know how, but you know guys, and by this way I got I passed the English exam of Saudi Aramco. That was so damn difficult, and a lot of people who were better than me in English, they couldn't succeed in this. But I had some grammar, good grammar basic. Yeah, I studied level 1 and level 2 almost, yes, in an institute. يعني كان عندي تجربة اني درست يعني في لمدة 4 شهور لغة انجليزية في معهد, كانت ساعتين في اليوم. ف يعني المعهد هذه 4 شهور هذا كلها ما استفدت منها, يعني كنت طالع في الدكتور كذا في المدرس اشوفه يتكلم انجليزي ايش يقول ما ادري, كنت اقول له يا دكتور انا ما افهم انت ايش تقول, يعني كنت اقول له اي دونت اندرستاند, هذه الشيء الوحيد اللي كنت اعرفه. المهم فجاء قال لي انت بس اسمع بس وراح تفهم. يمين بالله قعدت اسمع كاني اشوف ايش اقول لكم يا شباب, كاني قاعد اتفرج التلفزيون كذا, يعني دحين كأنك انت قاعد تتفرج لفيلم بدون ترجمة. يعني في طلاب راح دحين الحمد لله لو اتفرج لفيلم بدون ترجمة راح افهم اقل شيء 60% منه باذن الله, يعني مع البادي لانجوج ومع يعني كلها تساعد بعضها تكمل بعضها. كان الدكتور يقول لي بس اسمع كذا. So one time I spoke to my doctor in the institute, I said doctor all your speech is in English, I can't understand you. How can I benefit? Okay, he said, you know, just keep listening and you will understand. It's like the magic. The magic will come to you and you will understand. Yeah, man. Yeah.
You will not understand and I didn't understand that way. But I said, okay, I will try. And I've been looking like this for 4 months at his face. I didn't understand anything. Just what I don't understood. How to make a simple sentence and how to make a simple question. I go to school. Just like this. أنا أذهب إلى المدرسة. هذه هي الجملة اللي كنت يعني أعرفها يعني أسويها. أنا أذهب إلى المدرسة كل يوم. أنا ذهبت إلى المدرسة. وفي حاجة تضحك. مو دحين في الإنجليزي فيه 3 تصريفات. التصريف الأول، التصريف الثاني، التصريف الثالث. أنا كان على بالي التصريف الأول present time صح. التصريف الثاني past time صح. التصريف الثالث كان على بالي future. لكن guys. Yesterday I was listening to a doctor and he said something really valuable. He said there are two people. The successful people, the successful person is the one who makes the mistake and walks up again and wakes up again and stand up again. Okay, but the failure one who will make the mistake and will not try again and will not work again. So yes, كان في يعني الدكتور كنت قاعد اتفرج له في اليوتيوب كان يتكلم عن قصة نجاحه من الفشل وما ادري ايش وما ادري ايش. يعني كل واحد بطل قصته معي، كل واحد ان شاء الله انه يكون ناجح وانه يكون ملهم للناس. فالمهم فجاء قال ايش، قال الفرق بين الناجح والغير ناجح او الناجح والفاشل ان الناجح يفشل. ما في شخص ملك يعني وذكي. او انا لا اؤمن بمسألة الذكاء والغباء ابدا. لا اؤمن انه في انسان ذكي انسان غبي، كلهم بنفس القدرات. بس هذا نمى قدراته، هذا ما نمى قدراته، هذا ذاكر، هذا ما ذاكر، هذا اجتهد، هذا ما اجتهد، هذا تابع اشياء انجليزيه عشان ينمي انجليزيته، هذا ما تابع. كذا زبد، 1 + 2 = 3. انتهينا. ففي المهم ايش كان يقول الدكتور؟ كان يقول الناجح يفشل ويحاول مره ثانيه، يفشل ويحاول مره ثانيه، يفشل ويحاول مره ثانيه حتى ينجح. لكن الفاشل يستسلم على طول. فشل اول مره خلاص يعني. اوكي جايز، ليت مي ستيل جاست ماي القصه اللي انا حبيتها. يعني انا حاب القصه هذه، حابه عن نفسي. يعني خرجت بالثانوي انجليزي ميح، دخلت جامعه جيزان، تكت فيها 4 ايام وخرجت من الجامعه خلاص. شفت قلت ايش الجنان هذا؟ شفت انجليزي ومدريش ويبغالي ارتب وقتي، يبغى انظم وقتي، وكمان عندي افكار سلبيه يعني تجيب لي صداع، تجيب لي خليني انام، تخليني ارجع من الدوام نايم طول الوقت من اول ما ارجع من الدوام حتى الفجر اليوم الثاني، ولا تجيني ربع ساعه افتح كتاب فيها، واذا فتحت الكتاب انام على طول. يعني ما يعني لازم انك ايش، انك تخلي عندك طاقه ايجابيه تدفعك انك تعمل. فالمهم بعد هذه 4 ايام يعني كنت قبلها بهذيك الفترة كنت قبلها إني قد اختبرت يعني في أرامكو، وكنت يعني وأرسلوا لي ذيك الفترة إنك نجحت وتعال. أنا كنت شاك، كنت أنا عارف إني ما رح أروح أرامكو كمهندس كملك، يعني رح أروح كفني يعني، بس فني يعني راتبه كويس 10-11-12 ألف. فالمهم let me say that in English in order to not forget it. So 4 years ago or 3 years ago when I joined the Jizan University, I left just after the 4th day. That was so damn difficult. I saw everything in English. Oh my god, this is not just an English, this is medical English, this is Latin English, this is Latin language, this is medicine language. Oh my god. And I went home. I tried to study. I couldn't manage my day. I couldn't manage my day to start studying. Guys, that was so difficult. And anytime I start to study, I feel asleep. And every day I used to sleep just after I come back from the university until the 2nd day, and the day finishes and I won't be able to
study anything in that day. So that was like so discouraging, you know, discouraging يعني محبط أو yes أو غير مشجع. ف yeah guys, after that I joined Aramco. لما قبلت في أرامكو يعني مبسوط. الناس العالم الخارجي يعني في أرامكو عندي الناس عالمين, العالم الداخلي اللي هو عالمي في العمل, والعالم الخارجي اللي هو عالم محيط الناس حولي. محيط الناس حولي أغلب الناس يعني مدرسين عسكر. طيب فقال لي إيش, قالوا أرامكو ما أدري, حسسوني إني إيش كينج, حسسوني إني مليونير ملياردير كنت تمشي كذا رافع صدري. لكن داخل أرامكو حس نفسي ولا شيء, أنا فني, أنا أصغر من المدريش. يعني أنا ممكن أشتغل 20 سنة وبعدين يجي واحد مهندس أصغر مني ب15 سنة يصير مدير علي على طول. قلت لا يا أبوي إيش اللي مدريش, تلنا ما أقول لكم أرامكو تتحولون طبعا كنت مجتهد ومنتظم في هنا, كنت يعني الحمد لله في 3 كلاسات متتابعة, 3 اختبارات متتابعة في الإنجليزي في ليفل 5 وليفل 6, كنت أجيب الأول على الكلاس الحمد لله. فقلت لهم شوفوا انا ابغى احول, ابغاكم تحولوا برنامج المهندسين ولا انا راح اطلع من الشركة راح اخرج. ثم بعد فترة ردوا لي قالوا هذا الشيء مستحيل معايا, وفي 10,000 فني ما يخرج, ما نخليه يصير مهندس اللي يمكن واحد, ولو تخرج ولو تحاول انك تخرج من أرامكو ممكن اننا راح نفرض عليك غرامة تقدر عليه يعني ممكن 80,000 ترجع كل الرواتب اللي كان نديك. كم كانوا يدوني؟ كانوا يدوني 5,000 شهريا تقريبا, يعني 5,000 بالنسبة لطالب اوكي ذات يعني كم مرة كويس. وانا كنت طالب يعني وقتها كنت قعدت في أرامكو 1 سنة و4 شهور, يعني السنة هذه سنة او ممكن 1 سنة و3 شهور كان كلها انجليزي, كان الليفل الواحد بدينا من الليفل 2, الليفل 2 لحاله 2.5 شهر, الليفل 3 2.5 شهر, الليفل 4 2.5 شهر, الليفل 5 2.5 شهر, الليفل 6 2.5 شهر, وبعدين اخذنا الليفل 7 في ايش في الرايتنج. المهم فكان 2.5 شهر يعني هذا الشيء قوى لغتي بقوه يعني. وكان يدرسونا مين؟ يدرسونا انجلش نيتيف سبيكرز, كانوا يدرسونا ناس متحدثين للغه الانجليزيه, هذه لغتهم الام, هذه لغتهم الاصل. طيب يعني كان ناس من نيوزيلندا قد درسوني, ناس من كندا, ناس من بريطانيا, ناس من امريكا, من كل مكان. في واحد درسني من تكساس من امريكا, في واحد درسني من فين, من ويست فرجينيا,